فرق الموت المسؤولة عن الاغتيالات والتفجير والترهيب في قبضة العدالة، وحملات تدعو الكاظمي للكشف عن الجهات السياسية المتورطة معها. وفي محافظة نينوى مديرية الأمن تلقي القبض على شاب انتحل صفة طبيب وهو يزاول المهنة منذ عامين ولا يملك سوى شهادة الثالث متوسط. ومن قصصنا لليوم أيضا، وبعد أن عجز العراق عن إنقاذ أبنائه، أطفال العراق يناشدون حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لمساعدتهم بالعلاج. استوديو الناس والتفاصيل. السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. الكثير من المشاكل اللي تواجه العراق والعراقيين اليوم المفروض تنحل من قبل الحكومة المركزية بشكل كبير. هي المقصرة، هي اللي المفروض تفرض الأمن لما يكون هناك خروقات ولما يكون هناك فصائل مسلحة تفتر بكيفها وتقتل اللي تريده وتعذب اللي يعجبها، واللي يحكي عليهم احسبه في عداد الموتى أو في عداد المعذبين، نتل، كهرباء، تيزاب، غيره، بكل الأساليب. قبل كم يوم لما أعلن الكاظمي بأنه ألقوا القبض على عصابة أو فرقة الموت أو ما سماهم بأسماء مختلفة، قال هذول مسؤولين عن قتل بعض الناشطين، وذكر منهم المصور الصحفي أحمد عبد الصمد وكذلك بعض الناشطين. اليوم يتساءل الناس لما كشف عن هاي الجهة اللي قتلت الناشطين، ومن خلال اعترافاتهم كانوا 4 صاروا 5، بعد ما اعترفوا تبين أنهم يحملون فتوى دينية بقتل الأشخاص اللي تم قتلهم واستهدافهم بشكل مباشر وراحوا انقتلوا. هل تقف الجهة الحكومية الآن موقف المتفرج على هذه الجهة الدينية اللي تشرع لقاتلين أن يقتلون؟ هذول حالهم حال اللي قتلوا، مو فقط اللي شال مسدس وقتل ناشط أو قتل بريء أو قتل شخص ما إلى ذنب يحاسب، لا، كل شخص يقف خلف هذا اللي شال مسدس هو شريك بالجريمة، يجب أن يحاسب. الجهة الدينية اللي انطاهم الفتوى، اللي أمن لهم السيارات واللي أمن لهم السلاح واللي أمن لهم الطريق من القوات الأمنية اللي تخاف من عندهم، وهي تعرف أنه أكو ناس مستهدفين إذا عبر بهذه الطريقة راح يروح يقتل غيره. الآن مطالبات كبيرة وضغط كبير على الحكومة أن تحاسب أيضا الجهة الدينية اللي أفتت لهؤلاء المجرمين بقتل الناشطين. كذلك يتساءل الناشطون اليوم، فقط من ضمن مئات اللجان التحقيقية اللي شكلت خلال الحكومات المتعاقبة، الآن تعلنون الآن عن فقط لجنة واحدة شكلت وقتل فيها 4 أو 5، وين بقية الناشطين؟ كما يقول الناشطين فإنه الحكومة دا تضحك علينا ودا تسكتنا وتريدنا نكف عن المطالبة بقتلة باقي المتظاهرين، سواء بالناصرية، جميل الشمري اللي ما حوسب إلى الآن، في بغداد مجزرة السنك والفاعلها كان معروف، باقي المناطق، مجزرة اللي صارت بالنجف واستذكروها قبل أيام أو قبل أسبوع ورجعوا رغم استذكارهم لذلك انكتلوا وانضربوا وطوردوا. من جانب آخر، الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية تتابع، كما تذكر هذه الحكومة الكثير ممن ينتحلون صفة أطباء، صفة مهندسين، صفة ضباط وتعاقبهم. المواطن الآن لما يسمع هذه الأخبار يفرح، لكن بقدر قليل من الفرحة. يقول لك أنا الفرحة الأكبر أريد لما أشوف الشارع آمن، أمشي بطولي. لما تجي جهة غير حكومية وتفتر بالشارع وشايل سلاح والدولة واقفة تباوعلها، الشرطي ما يقدر يحاسبه، قوات الأمن خاتلة، الجهاز المخابرات، الأمن الوطني، الاستخبارات، الجيش، الشرطة، كلهم خايفين وما حد يقدر يطلع يردع فصائل مسلحة تفتر بكيفها بالشارع. فهاي فرحتي الأكبر لما تكون القوات الأمنية قادرة على دحر هؤلاء وحصر السلاح بيد الدولة. كما ذكر قاسم العرجي قبل فترة بأن الأسابيع القادمة ستشهد حصر السلاح بيد الدولة، هذا ما نتمناه، ولكن هل هذه التصاريح ستترجم فعليا على الأرض أم تبقى مجرد إعلانات وللاستهلاك والتداول الإعلامي، وبالتالي يرتفع شخص وينزل شخص بتصريحات فقط ليس أكثر.
كثير من المواضيع والمناشدات راح نتابعها في حلقة اليوم، فابقوا معنا. من أولى فيديوهات اليوم تصريحات مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اللي أثارت ردود أفعال كثيرة في العراق بعد أن أكد أنه فرق الموت والقوات الأمنية قبضت عليهم، قتلت شهداء تشرين وبعض الناشطين والإعلاميين أحمد عبد الصمد، دكتورة ريهام، المحلل السياسي هاشم الهاشمي لاحقا كما ذكر. ما أن وصل الخبر إلى الشعب العراقي والنخب فورا طالب الناشطون والصحفيون بالإعلان عن أسماء هؤلاء القتلة اللي تلطخت أيديهم بالدماء الزكية ومحاكمتهم أمام الناس بشكل علني وأخذ القصاص منهم ردا على ما ارتكبوه من جرائم، فيما أكد الأهالي بأنهم سينظمون حملات جماهيرية للضغط على الكاظمي لمساعدتهم في حماية أبنائهم ووقف نزيف الدم، على أن تكون تصريحات أفعال وليس أقوال فقط. طبعا الكل سمع، كل العراقيين سمعوا الباحة بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه تم إلقاء القبض على قتلة زميلنا الشهيد أحمد عبد الصمد وريهام وقتلت أيضا الدكتور الهاشمي. اليوم مطلبنا احنا كإعلاميين في مدينة كربلاء وراح نسوي حملة لكل المحافظات العراقية يتواجدون بها زملائنا الإعلاميين وأيضا الناشطين، هاي الدعوة أنه على السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يكون ليس فقط تصريح إعلامي مثل ما حدث بافتتاح المستشفى التركي وبقى حبرا على ورق. اليوم احنا نريد أن تكون هنالك محكمة علنية أمام أنظار الشعب العراقي مثل ما أدانوا صدام بأنه مجرم وحاكموا محكمة علنية. هذول هم مجرمين وقتلوا زملائنا وقتلوا أهلنا ويتموا أحمد جهال أحمد عبد الصمد وكل الشهداء اللي سقطوا أكثر من 700 قتيل بكل المحافظات العراقية، ولحد آخر أسبوع أو شهر كان هنالك شهيد في مدينة الكوت. اليوم مطلبنا ومطلب الزملاء الإعلاميين والإخوة الناشطين أن تكون محكمة علنية أو تكشف الجهات اللي كانت وراه. الزملاء هنا موجودين وأيضا الزملاء أخرى يعني راح يجون، والإخوة الناشطين هذا المطلب مالتهم. ما أعرف أستاذ حسن عندك كلمة تقولها؟ بالتأكيد على الكاظمي أن يكون رجل أفعال لا رجل أقوال. عملية كشف هذه العصابة والجهات التي تقف خلفها بالتأكيد راح تزرع الأمام بشارع العراق ويثبت بأنه هو أب جميع العراقيين. نحن اليوم دعوتنا من هذه الساحة التي نزف الدم من أجل إصلاح الوضع السياسي عليه أن يكشف الجنان وكذلك الجهات التي تقف خلف هؤلاء المجرمين. ثاني هاب يعني أكيد تقديم هؤلاء إلى العدالة لإثبات حسن النية بداية المسير رئيس الوزراء وكذلك الجدية في العمل وزرع الإطمئنان في نفوس المواطن العراقي. احنا كإعلاميين وكصحفيين وكناشطين راح نرفع هاشتاك هو اسمه محكمة علنية، فنتمنى كل المحافظات العراقية كل المتظاهرين كل الإعلاميين وفاء من عندنا لدماء الشهداء اللي سقط يعني سواء زملائنا الإعلاميين وحتى الناشطين، وفاء من عندنا لهم راح نرفع هذا الهاشتاك ان تكون محكمة علنية. محكمة علنية مطلب كل العراقيين. عاش العراق. نبقى في سياق متصل، إذ أنه عملية القبض على عصابة الموت أو فرقة الموت أو إلها سموها تسميات هواية الناس أحدثت ردود فعل قوية بين الأوساط الشعبية. يعتقد محللون ومراقبون أن التحقيق مع هذه العصابة سيؤدي إلى تفكيك أكبر خلية للخطف والاغتيال، هاي في حال اشتغلوا صح وما بلشت الضغوطات من فلان حزب ومن فلان فصيل وهددوا الكاظمي. مراسلنا من بغداد الزميل علي عبد الكريم يحمل في جعبته التفاصيل. حالة من الارتياح تشود الشارع العراقي بعد إلقاء القبض على عصابة الموت في محافظة البصرة، أحد أخطر العصابات التي توصف بأنها تحتل الصدارة في الإجرام والإرهاب والقتل الجنائي والمنظم. عمليات إجرامية جاءت لخلط الأوراق وأحداث فتنة بين مكونات الشعب العراقي خصوصا في محافظة البصرة من خلال قتل الناشطين والمتظاهرين والصحفيين وعصبها برأس مجاميع أخرى. أنا أعتقد هذه القضية ليس فقط تتعلق بالأمر الجنائي وإنما تتعلق إلى بعد سياسي، ربما أيضا تتعلق على بعد خلخلة الوضع الإقليمي، لأنه مسألة الثقة على المستوى الإقليمي بالنظام السياسي أيضا يؤثر سياسيا، وبالتالي هذا التأثير السياسي قد يجلب السلبية وعدم الاستقرار للمواطن العراقي.
تفكيك هذه المجموعة سيحد كثيرا من عمليات الفتنة التي كادت تحدث بين أبناء الشعب، والكشف عن من يقف وراءها من أحزاب وشخصيات سياسية سيعني بداية مرحلة جديدة مع الحكومة والأجهزة الأمنية من خلال إعادة الثقة بهم. من المؤكد ومما لا يختلف عليه اثنان أنه أكو أهداف سياسية أكثر ما هي أهداف إجرامية، ولا هي أهداف خلينا نقول غير سياسية. ليش؟ لأنه الشخصيات اللي تختال هي مو شخصيات تجارية أو صاحبين أموال، حتى نقول الدافع جنائي، الدافع يعني أكثر ما يكون سياسي. لذلك الدولة عليها أن تبذل أكثر وتبذل قصارى جهتها من إظهار هاي النماذج اللي تقف خلف هاي الجرائم مما يثير حالة من الاستقرار والأمن في البلاد. عملية إلقاء القبض على هذه الفرقة ستكشف العديد من عمليات الاغتيال التي روعت أهالي البصرة، هكذا يقول مصطفى الكاظمي، واستمرار التحقيقات قد يكشف الخلايا الباقية في محافظات العراق وقد يوقف سلسلة استهداف المحتجين. فهل ستتمكن حكومة الكاظمي من القبض على من كان يقف وراء اغتيال الناشطين والصحفيين والمتظاهرين في العراق؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. علي نصير أحد الشباب العزل، جرى اختطافه واعتقاله وتعذيبه بشتى أنواع التعذيب، سلخوا حتى جلده وأذابوه بمادة التيزان. سجل هذا الشاب مقطع فيديو وهو يتحدث عن جرم الجهة اللي اختطفته وتفننت بتعذيبه، ووجه رسالة ونصيحة إلى ثوار تشرين بأخذ الحيطة والحذر لعدم الوقوع في فخ هذه القوة الظالمة. خلينا نتابع ما قاله. أنا قبل يوم كنت مختطف الميليشيات، والميليشيات زعيم الميليشيات واحد أبو عمان، وأنا حبيت أقدم لكم هاي النصيحة. أنا أخوكم، ترى اليوم قاعد بديهم ما يرحمونه، ميليشيات طايحها، أقول لهم روتك وروت علي يكفر بعلي، وعلى مود التعذيب والهذا أشكال التعذيب وأشكال التحقيقات، ويخلوك تعترف على شيء أنت ما مسوي، وخلوني نعترف وايد، وحسب التسجيلات اللي عندهم السجلوا أخوكم علي، حسب التسجيلات يعني إن شاء الله تضرب، وهذا الضرب شوفه قدامك، هذا الضرب وضربوني، هذا بعد. عرضنا قصة الحلقة الفائتة وشفتوا شلون كان مضروب ومعذب. هاي للأسف كل من يحاول أن يصدح بصوته، كل من يحاول أن يطالب بخدمات بحقوق، يطالب الحكومة بأنه يا جماعة الخير إحنا شباب وإحنا المفروض إحنا نبني الدولة ونسندكم وندعمها، الأفكار من الكبار والعمل والقوة من الشباب، كل هذا ما موجود بالعراق. هذا اللي دي يطالبون به الشباب، يريد وطن خالي من أحزاب فاسدة سرقت مال الدولة، فلست الخزينة، باقت النفط، قعدت العراق على الحديدة مثل ما يقولون، شباب عاطل، ارتفعت نسبة الفقر، يعني الرعاية الاجتماعية إذا ينطون وكأنه ينطون بالقطارة، أكو ناس حتى باقت الرعاية الاجتماعية. هذا اللي دي يطالبون به الناس، يريد حقهم الضايع، رجع لي حقي وظل بالحكم، طالما أنت دا ترجع لي حقي أنا شو اللي بيك؟ شو عندي وياك؟ هذا اللي دا يطالبون به. أما في قصة أخرى ومناشدة تتعلق بشريحة مهمة في المجتمع، هاي الشريحة أيضا تعاني من الإهمال والتهميش وسرقة الحقوق رغم كل ما قدمته وما زالت تقدمه في سبيل خدمة الوطن والشعب العراقي، مثل ما ذكروا أنه الصحوات منتسبين في وزارة الداخلية والدفاع وشريحة من المفصولين أو المفسوخة عقودهم وصحوات من المتعينين الجدد. هاي الشريحة يقولون إحنا واجهنا ظلم مجحف، يقولون إحنا سهرنا خدمنا البلد، رواتبنا ما تتعدى 250,000 بس، كانت سابقا 500,000 ينطونا، الآن صارت 250. معاناتنا إحنا كصحوات لا تقف عند هذا الحد، بل أيضا يشتكون من وضعهم أنه هاي الشريحة لا هم عقود ولا هم أجور وما تم تعيينهم إلى اليوم، شمرتهم وزارة الدفاع على الداخلية، الداخلية تشمرهم على الدفاع، كانوا يسلموا الرواتب من الأمريكان بعدين حولوهم على العراقيين. كل ذول الصحوات كان عندهم مناشدة حبوا يوصلوها وقالوا أنه إحنا
ما نستلم غير 250 ألف 250 ألف من أصل 500. المنتمين للصحوات هم ما عندهم أي تخصيصات أخرى ولا عندهم هوية تعريفية تدل على أنهم جيش، شرطة، تابعين لوزارة الداخلية، تابعين للقائد العام للقوات المسلحة، لكن هو يداوم حاله حال الجندي. إذا غاب عليه عقوبات، ربما يوصل به إذا غاب لفترة معينة ينفصل، مع أنه مسلوب الحقوق وما عنده أي حقوق بالكامل مسلوبة هاي الحقوق. يداوم بين 8 إلى 10 ساعات باليوم. أما خدمتهم على مدى السنين تقارب ل 13 سنة أو ربما أكثر. خلال حديثنا عن تلك الشريحة اللي يقولون إحنا همشونا وما عدنا أي حقوق، اشتكوا من واقع حالهم والظلم المجحف اللي وقع بحقهم. خلينا نتابع الفيديو اللي دزونا إياه واللي ديشتكون حالهم، خلينا نتابع ونشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أبناء العراق الصحوات عانينا الأمرين، يعني شنو ذنبنا؟ راتبنا 250 وجاي نداوم حالنا حال الشرطة. يا سيادة دولة رئيس الوزراء، نريد نعرف مصيرنا شنو هو؟ يعني لا احنا مثبتين ولا انتم طاردينا، نريد نعرف مصيرنا شنو مصيرنا. ترى والله ملينا، والله عندنا عوائل، والله راتبنا 250 ما يكفي، ما يكفي 250. يعني الشرطة اليوم 29 او 28 واحد، هسه انا حاليا بالدوام اداوم حالي حال الشرطي، شنو ذنبي؟ راتبي 250 ما عندي لا خطورة لا امر اداري لا شيء، شنو ذنبنا احنا؟ نطالبك يا سيادة رئيس الوزراء دكتور مصطفى الكاظمي، احنا بشارب الله وشاربك، ملينا صار لنا 14 سنة، لا احنا لا للسماء ولا للقاع، نريد راتبنا وحقوقنا منك، نريدك تثبتنا على الوزارات، ثبتنا على الملاك الدائم. يعني والله العظيم دوم لحالنا حال الشرطي، ماكو راتب، هسه الشرطة استلمت راتب، احنا ما استلمنا راتب، دوامي حالي حال الشرطي، راتبي 250، المن يسلم 250؟ للمحل، للمحلات، للديانة، للإيجار، للمولدة، المن يسلم؟ نطالبك يا مصطفى الكاظمي بتثبيتنا على الملاك الدائم وزيادة الراتب. ترى والله العظيم ما عندنا غير الله وهاي الشغلة، ونريد حقوقنا من الله ومنك، يعني ملينا والله ملينا، ونرجو المشاركة منكم اخواني، كل من يشاهد هذا المقطع الفيديو ان يشارك ويوصل صوتنا الى سيادة رئيس الوزراء. اذا مشاهد الكرام، يضم الان ويانا بهاء العراقي وهو منتسب في الصحوات حتى يحدثنا عن مشاكلهم. بهاء مرحبا بك. الله يسلمك، الله يخليك، الله يبارك فيك، حياك الله بهاء. بهاء انت وين تداوم؟ انا حاليا بالصحوات على وزارة الدفاع لواء 44 فرقة الاولى عادي 10. وين مكانك؟ وين تداوم؟ موقع حاليا ببغداد بالعالمين. اي شنو مشاكلكم؟ والله مشاكلنا نطالب سيادة رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي، احنا همنا ولدك وعقنا عليكم وضحينا من 2007 لهذ هاي اللحظة، كان رواتبنا 500 وحاليا الحكومة السابقة همشتنا وما تعترف بينا ومستمرين بالخدمة لحد هاي اللحظة، وقضينا على الإرهاب ويعني رواتبنا سواها 250، يعني لا يكفي الحالة، وتعرف صاحبين أجار وأول أجاري طالب يقول لك أنا والله ما أعرف، يقول لك أنا يخلص رأس الشهر أنا أريد فلوس، يعني أنا الأراد ب 250، شلون أنا أدبر أجاري وأعطي أنطي شلون يعني أو ما أوكل جهالي ولا أحطي الأجاري بهالحالة شلون؟ 250 يعني راتب قليل جدا، وين تروح به؟ أكيد ومستمر بالخدمة وواجبات زين، ويانا بنات العراق، واكو ناس فصلوهم بظلم، اكو ناس فصلوهم بظلم، ليش احنا ما نريد
يعني نعمم بهالشغله ونحكي بهالشغله، بس احنا كلنا اخوان. ليش ناس تعترف، ناس يعترفون بها وناس ما يعترفون بها؟ انت الان نعم. عقد ولا منتسب بشكل رسمي؟ والله مجرد احنا ناخذ راتب بالبودره، يعني حالنا نقول احنا نقول ان انتم عقود، بس احنا رواتبنا مصيرنا رواتبنا بودره، يعني لا ماستر كارد ولا باج تعريفي ولا هويه. يعني انت عفوا معزز مكرم، تعرف انت شو وقت تعرف راتبك رح يجي تاخذ راتبك يعني بصوره صحيحه؟ ابد، هذا الشيء ماكو. مجرد يصير كل شهر وهي 20 يوم او 30 يوم، يعني اعمل الشهر 30 يوم الا خابني يقول لي تعال راتبك يجي زين على وزاره الدفاع والداخليه. طيب يعني انتم الان تواجهون مشكله فقط بانه الراتب قليل، باقي اي باقي اصدقائك اللي بطلوهم ظلما، اللي ما عينوهم، اللي لا هم عقد لا هم يعتبروهم اجور يوميه، لا يعتبروهم حتى موظفين ولا هو منتسب بشكل رسمي، هذول شنو وضعهم؟ بعدهم دي يطالبون، دي يطلعون مظاهرات، بطلوا وراحوا لغير مكان، سووا لهم انفكاك، يقدر يداوم بغير مكان؟ والله حاليا يطالبون، يناشدون من قبل الجروبات، من قبل المسؤولين، من قبل شيوخ العشائر الاصيله لبغداد وبالمحافظات والحكومه السابقه. يعني اخذت نظره على الصحوات مو حلوه، والصحوات يعني احنا الصحوات كلنا عراقيين وكلنا اخوان. يعني الحكومه السابقه تدري الملف هو الصحوات، ملف يعني ما عفوا اذكر هذا الشيء وتعبنا من هذا الكلام. تعرف الصحوات سنية وسوت أمان بالمناطق مالتها، بس لا أنا أقولها للحكومة، ترى الصحوات مو جزء يعني من الطائفة السنية، بس إحنا الصحوات كنا أخوان من شمال بابل وبغداد وكربلاء والأنبار والناصرية. فالحكومة السابقة همشتنا يعني وكو سمعنا سوالف، بس إحنا ما بدنا نطرحها بموضوع الحكومة السابقة، يعني هملتنا مو صورة صحيحة. زين خليك وياي، راح ارجع لك بعد قليل، بس خليني اخذ علي ايضا. علي منتسب بالصحوه. علي مرحبا بك. اهلا وسهلا. حياك الله علي. اهلا وسهلا بكم. علي شنو مشاكلكم؟ والله استاذ نشكركم على هذا الاتصال. احنا صار لنا عقود تقريبا فوق العشر سنوات. اي. وراتبنا ما يكفينا، يعني راتبنا 250 للجندي الواحد. واحنا اصحاب عوائل. ناي على وزارة الداخلية وعلى وزارة الدفاع، ناس أصحاب عوائل، يعني راتبنا 250، يعني وين العدالة بالموضوع؟ وواجباتنا بين يوم ويوم، لا تقدر تشتغل، لا وحالنا حال الشرطة بالإنذار، يعني ما تنصاب بالموضوع. زين. زين في حال تغيبتوا، في حال تغيبتوا بالتأكيد عليكم حساب. إي طبعًا. إي. ورغم هذا ينطيك 250، تقبل ما تقبل روح بطل. اي أيوه وغياب، ولا تغيب لك من الثمان ايام يوصلونا، لا ثمان ايام يوم ورا يوم، يعني حالنا حال الشرطه. واحنا نطالب من خلال قنواتكم بلكه الله يطبقون القرار مال 315 اللي يشمل جميع العقود بالتثبيت. اي نطالب من قنواتكم بلكه الله. نعم. أهل البيت. إن شاء الله يوصل صوتك. شكرا لك علي لمشاركتك ويانا. بهاء الآن أنتوا يعني مقررين تسوون فد وقفة احتجاجية، فد مظاهرة، يعني تشوفون الحكومة يا جماعة الخير إحنا بالنسبة لرواتب الشرطة والجيش أو المنتسب بشكل عام رواتبنا كلش قليلة، انظرونا بعين لطف رحمة، شوية صعدونا رواتبنا. نعم. والله حاليا بظروف الاحتجاجيه او المظاهرات هذا الشيء يعني ما يخدمنا، يعني اول شيء من حتطلع على طلعنا المظاهرات سابقا يعني حصلنا هوايه تشتم ومن الناس على مرابط مقابل وزاره الماليه ومن سلط من قوات الشغب، وقلنا لهم احنا اخوانكم ومسالمين نطالب برواتبنا، ليش انتم رواتبكم ملايين واحنا رواتبنا 250؟ فحاليا ما تخدمنا المظاهرات، لان المظاهرات الوقت ما يساعد، وتعرف
ما تعرف من اللي يحميك ومن اللي عليك ومن المندس ويسوي لنا كارثة مع القوات الأمنية، بس احنا ما نريد ان ندخل بهذا الشيء. نطالب رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظم ونطالب الحكومة بموضوع تثبيتنا، نعم، بموضوع تكون صورة حال احنا من الصحوات، اعطينا شهداء وضحينا، يعني لسه الاقوى اكثر من قلة الفيديوهات لو يبرزها الشيخ عياض الجبور المحترم النائب السابق بالبرلمان، يقدر يشوف لك الناس اللي وقعت خلال ساعات برضوانية، يعني شهداء تقريبا ما يجوزون 140 او 170 واحد من قبل داعش، نعم، الارهابي بمنطقة الرضوانية قبل هالفترة هاي. يعني انا احكي لك من 2000 تقريبا 2006 او 2000 و 2007 2011 هيك بهالحوالي، يعني حاليا مذكور يا الشيخ اياد الجبوري المحترم عنده فيديو اشوفه. نعم، شكرا لك بهاء لمشاركتك ويانا في هذه الحلقة. إلى موضوع آخر وقصة أخرى من قصص العراق، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بحادثة اعتقال طبيب في مدينة الموصل. الطبيب جرى اعتقاله من قبل الأمن الوطني بعد بحث وتدقيق ومتابعة وتحري. وقع هذا الطبيب في قبضة الأمن والعدالة. يستغرب السامع ليش اعتقل هذا الطبيب؟ الطبيب ادعى أنه طبيب. القصة بدأت عندما اكتشف شباب مدينة الموصل بالجانب الأيسر في منطقة حي النور أنه أكو شخص يزاول مهنة الطب لكنه مو طبيب، وإنما انتحل هذه الصفة وهو من مواليد 95، ما عنده لا عيادة، عفوا عنده عيادة لكن يمارس المهنة، ما عنده شهادة، شهادته فقط اللي حاصل عليها هي ثالث متوسط، تخيلوا. هذا بحسب ما وافانا به نقيب الأطباء في نينوى، وهي مو المرة الأولى اللي يتم القبض فيها على شخص ينتحل صفة طبيب. سبق وأن ألقي القبض على شخص آخر كان ينتحل صفة طبيب لمدة سنتين بغداد وأربع سنين صلاح الدين، وألقي القبض عليهم جميعا، والآن حتى في الموصل ألقي القبض عليه. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر على لسان نقيب الأطباء في نينوى الدكتور عزيز القصاب. عزيز القصاب يبدو أنه غير جاهز للأسف، إحنا نحاول نتصل به لكن يبدو أنه غير جاهز. راح نحاول في الفترة القادمة من البرنامج إذا اتسع الوقت وإذا قدرنا نحصله أنه ندخله ويانا ويحكي لنا عن هذا الموضوع. لكن خلينا ننتقل إلى موضوع آخر الآن، حيث تظاهر العشرات من المحامين اليوم في العاصمة بغداد امتعاضا من قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة ظالمة بحسب ما وصفها المحامين، ضريبة قمعية سموها على رواتبهم الشهرية. الوقفة الاحتجاجية اللي خرج بها العشرات من أبناء النقابة والمحامين أقيمت أمام نقابة المحامين بحضور ومشاركة محامين من عدة محافظات من العراق، بغداد، البصرة، نينوى والأنبار. خلينا نتابع جانب من هذه الوقفة. وأثرت في تغيير موازنة الدولة السنوية على أن مجموع مبالغ قانونية مستحسنة من المحاكاة عن مراجعة الظواهر القريبة. هذه طبعا وقفة احتجاجية وتضامنية مع المحامين، وأنا نسبتي كمحامي أيضا يعني حضرنا للتضامن مع المحامين لحقيقة التأشير على هذا القرار المجحف بحق الطبقة الواسعة من المحامين على مستوى العراق بفرض هذه الضريبة. والمحامين طبعا الطبقة تؤدي دور فاعل ومهم في فرض القانون وفي الدفاع عن الحقوق وعن المظلوميات، ولا يجب أن تعمل بهذه الطريقة. وتقديرنا حقيقة أن هذه الضرائب أو فرض هذه الضرائب جاء للتغطية على الفاسدين، ولغرض سد العجز بسبب الذين سرقوا مال ثروات الشعب وسرقوا مال الشعب، وبذلك هذا قرارات مزحفة. ونتضامن بشكل كامل وجدي مع نقابة المحامين ومع إخوان المحامين على مستوى العراق في هذه الوقفة، وندعو إلى إعادة النظر وإلغاء هذه القرارات. المهن والقانون والقضاء على أنه معين العدالة وسيادة القانون في المجتمع. نقابة المحامين في مقر النقابة ومحاميها في مقر نقابة المحامين وفي جميع
غرف المحامين في المحافظات، وقفة احتجاجية على الضرائب التي تفرض على محامين العراق، تلك الضرائب التي تم فرضها بموجب تعليمات خلافا لقانون الضريبة. يجب على وزارة المالية أن تلتزم بقانون الضريبة، ويجب أن يدفع المحامي الضريبة الحقيقية والضريبة العادلة، ويجب عدم أخذ أموال المحامين بدون وجه حق. وإن شاء الله نقابة المحامين بمسيها عاقدة عازمة على أن تصعد الموقف في حالة عدم الاستجابة إلى مطالب محامي العراق. الكثير من الموظفين مشاهدي الكرام دا يطلع ويطالب بأنه يوقفون هذه الضريبة اللي أذتهم كثيرا. يطلع النائب يقول هذه الضريبة لم تفرض ولن يكون هناك اقتطاع من رواتب الموظفين، لكن نفاجئ أنه الكثير ممن يتواصلون ويانا بأنه فعليا تم قطع من رواتبهم. ليش يقطعون من رواتبهم طالما الحكومة الآن قالت أنه هذا القرار راح يعدل؟ الآن ينضمنا الأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين. أستاذ ضياء مرحبا بك. مرحبا، حياك الله. أستاذ ضياء، اليوم المحامين يبدو أنه ممتعضين من قرار الحكومة ويقولون يعني هاي ضريبة ظالمة تفرض علينا وإحنا أصلا يعني مو ذيك الرواتب اللي نحصلها. نعم، المحامون العراقيون اليوم نظموا وقفة احتجاجية في نقابة المحامين وفي كافة المحافظات العراقية، وهذه الوقفة ذهبت إلى المطالبة بإلغاء الضوابط الإدارية التي تصدر من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب التي تفرض دخولا معينة. على الانتماء للنقابة أو على أساس الصلاحية القانونية، وهذه الضوابط هي غير علمية وغير موضوعية وتتعارض مع أحكام قانون الضريبة، وبالتالي مؤدى ذلك إلى فرض ضريبة ظالمة وأتاوى غير مقبولة على المحامي، تؤخذ منه بدون وجه حق أو سند من القانون. المطلوب إعمال المبدأ الأساسي عند استحسان الضريبة هو وجود دخل للمحامي، وهذا الدخل يترتب عليه ربحا حتى يستطيع أن يدفع المحامي ضريبة عن الأرباح. وهذه الضوابط المعمول بها لم تحقق يعني هذا المسار أو الطريقة القانونية، وبالتالي فإن النقابة والمحامين قد توجهوا إلى السلطات الدولة المختصة بضرورة العمل العاجل والسريع إلى إلغاء هذه الضوابط لأنها تفرض أتاوات لا مبرر لها. يعني الآن أنت وصفتها بالأتاوات، معناتها يعني المحامين يعني غصب عنهم دا يدفعون هاي الفلوس، عجبهم ولا ما عجبهم هاي الوقفة مالتكم؟ بالتأكيد بالتأكيد، وإذا كانت حقيقة الموارد المالية للدولة قليلة بسبب الفساد الإداري والمالي ولسوء الأوضاع الاقتصادية في العراق، فيجب أن لا يتحمل وزر هذه الحالة المحامين بدفع هذه الإتاوة لتوفير الموارد المالية. نحن لا نزال دولة نفطية، نتحقق لدينا موارد مالية جدا كبيرة، وأن النظر إلى مجموع الضرائب التي تستحصل من المحامين بطريقة غير قانونية لا تشكل إلا جزءا يسيرا، يعني بالإمكان ليس بالإمكان استخدامه لتموين الموازنة السنوية. ساضياء، وقفاتكم الآن في نقابة المحامين وفي المحافظات الأخرى هل جابت نتيجة؟ هذا الضغط اللي شكلته اليوم ممكن نقول إنه الحكومة راح تستجيب لهذا الضغط؟ يفترض الاستجابة إلى طلب النقابة والمحامين، لا سيما وإنهم معنيون بتطبيق القانون
وتحقيق العدالة. نعم. وهذه الوقفة الاحتجاجية اللي هي تشكل نوع من لفت النظر من قبل السلطات الحكومية ذات العلاقة بالضريبة أن تعجل وتسارع في تقديم الحلول من خلال إلغاء الضوابط الإدارية والعمل بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل. شكرا لك استاذ ضياء، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا في الحلقة. ياهو اللي يوفي لي ديني أنا عند منو أشتكي؟ بهذه الكلمات الموجعة اشتكى مواطن عراقي يعمل فلاح في أرض زراعية من الخسائر الفادحة اللي تعرض لها جراء عزوف المواطنين عن شراء المنتج المحلي العراقي ومزروعاتهم. تذمر الفلاح الفقير من إهمال الجهات الحكومية اللي ما بذلت أي جهد في سبيل دعم الفلاح والأراضي الزراعية، وبالتالي تم إهمال المنتج العراقي. هنا يتساءل المواطن العراقي متعجبا، يعني أي عقل أن يلجأ المواطن إلى شراء الطماطم المجمدة والمستوردة اللي ما نعرف شلون تم زراعتها، شنو رشوها من مبيدات سامة ضارة، ويستبدلها بالطماطم العراقية هاي الطيبة خالية من أي دواء ما بها أي مبيدات، علما أنه الفلاح الفقير يؤكد أنه لجأ إلى جميع المسؤولين العراقيين بشكوى وأيضا أصحاب القرار لأجل مساعدته وتقديم الدعم إلى وللمنتج الوطني، لكن ما وجد أي آذان صاغية. يقسم المواطن بحديثه قائلا أنه صندوق الطماطة يكلف 14,000 دينار عراقي بينما يباع في السوق بحوالي 2,000 دينار فقط. نتابع شكوى هذا الفلاح. يقول لي داوم مزرعتك، انا اعرف الدواء ايراني، اعرف الدواء سعودي، استلمه عن طريق الزراعه، وين اودي؟ باوع لي طماطه، وين اودي هاي؟ الله يخليك، رحمه على والدي، باوع لي، تعال وفي ديني، يا اهلي وفي، يا اهلي وفي لي الدين هذا، عمي اشتكي عند الله، اشتكي عند المنظمات الانسانيه، كافي المنظمات الانسانيه، من 2003 لحد الان المنظمات الانسانيه هي مداريتنا وتودينا مبيدات، تودينا تكشفنا تساعدنا. زين يا اخي هسه تعال لي اي دوله 20 سنه منهاره ما معقوله، والتالي تجيب طماطه وتذب عليه بالحظ والبقى تحكيها؟ لله يا محسن، هاي الطماطه اللي منمها تنزلها للسوق، لو تشتري طماطه مجمده ما تعرفها هي بها مرض، ما تعرفها هي بها سرطان، ما تعرفها هي بها دولاب، ما تعرفها بها شياية، شلون جاية على مود الحشيشة، على مود السلاح، لا يسوون لنا شارة، يسوون لنا حل فوري، ما يلحق علي حل، أنا ما يلحق علي حل ما يلحق علي، بيش أوفي الناس؟ هي عندي هاي الطماطة، إذا خاست علي الطماطة هاي أنا راح أصير بيها كارثة، بيش أوفي الواجب؟ بدو الويهب شوف لي، بيش أوفي الواجب؟ هاي الطماطة كده، لاحظ لي، شوف لي، بيش أوفي؟ هاك لاحظ، الله يقبل، رسوله يقبل، الإسلام يقبل، الدين يقبل، المرجعية تقبل، المرجعية مثل ما أعطت فتوى للجهاد الكفائي وطينا شهداء، تسوي لنا شارة لا تخلي له هيجي، شارة تسوي لنا، تعال شوف لي، وين أوديه؟ تخيل الله وتخيلك يا سيد السستاني، وين أوديها الطماطة؟ ما حد يشتريها، وين أوديها؟ ما خليت باب ما ذكيته، سيد عمار اشتكيت عده، سيد مقتدي اشتكيت عده، السيد الكاظمي اشتكيت عده، السيد الحلبوصي اشتكيت عده، سيد عرب أمس اشتكيت عده، ما خليت يبدها من دكتور شلتاق، كلها اشتكيت عده، وتالي وصلتها مستلعيداني، تعال باوع لي، شوف لي الطماطة هاي، وين أوديها؟ الله يرضى بيها، الإسلام يرضى بيها، اليهود ترضى بيها، والكم الله حتى لو كافر ما يسويها، الله أكبر، طماطم ملايين، كل مزرعة مكلفة 30 مليون، وبيها فلاح ياخذ ربع، وبيها مصرف، زين وين أودي الزرع؟ إذا آخذها للسوق ما تنباع، مكلفنا 14,000 الصندوق، أقسم بالله، وأبيعها ب 2,500 اليوم، وهذا وصله بالسيارة. في مناشدة إنسانية لسيدة عراقية شابة تناشد ذوي الرحم وأهل الضمير والغيرة بمساعدتها وإنقاذ ابنتها الصغيرة لافي،
أم لافين سبق وأن ناشدت الحكومة العراقية، لكن للأسف ماكو ولا مسؤول استجاب لها أو لمعاناتها. هم حايرين بلافين، حايرين باقي الأطفال، حايرين بالبوق، متعودين مثل ما تعرفون ساسة العراق يهمشون المواطن وما يهتمون لمعاناته، الفاسدين منهم. أيضا الإمكانية الصحية لمستشفيات العراق محدودة جدا. اليوم أم لافين تناشد بحرقة قلب، ناشدت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن ينقذ طفلتها لافين لأنه تعاني من مرض نادر وعلاجه متوفر بإحدى مستشفيات دبي. العلاج حصرا لازم تأخذ الطفلة في عمر صغير لأنه إذا كبرت بعد ما يفيدها العلاج، راح يتحول جسمها إلى دمية، جثة هامدة ما تقدر لا تتحرك ولا تسوي أي شيء، علما أنه العائلة ما تمتلك إمكانية لتحمل النفقات. خلينا نتابع هذه الاستغاثة. إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكريم سرير الكرام، باسمي واسم طفلتي لافين أبعث إليكم نداء استغاثة عاجل. بنتي مصابة بمرض نادر جدا وعلاجها ما متوفر ببلدي العراق، حاولت هواية بالعراق وضاقت بي السبل، العلاج متوفر دبي مستشفى جديدة لكن باهظ الثمن ويفوق إمكانياتنا. من شروط أخذ العلاج أنه يكون عمر الطفل أقل من سنتين. أتوجه إليكم بكل كلمات الإنسانية أن تنظرون لطفلتي بعين الرحمة وأن توافقون على حلولها ضيفة صغيرة في رعايتكم الكريمة لتلقيها العلاج في بلدكم الطيب المعطاء. بنتي ما بقى لها غير أشهر قليلة، إذا ما تلقت بيها العلاج راح تتحول الدمية طريحة الفراش أو ممكن الضمور يوصل لعضلات تنفسها فيفقدها الحياة تماما. أستبشر بكم خير بإحياء نفس بريئة، قال عنها الله عز وجل هو من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنتم أهل الكرم والرحمة والإنسانية وأبوابكم دائما مفتوحة للبشرية جمعاء. وأني أم صارعت الوقت لأجل طفلتي، حاولت لازم تحاول بابا. وأني الآن في أرضكم صرت ضيف عندكم، أني وطفلتي وصلنا باليوم اللي يوصل فيه مسبار الأمل، كانت هاي إشارة أمل إلي. إلى مناشدة إنسانية أخرى، هالمناشدة أيضا موجهة إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. تشوفون يعني مشاهدي الكرام وضع العراقي الآن شون آل إلى وضع أنه المفروض ساسة العراق هم اللي ينتبهون عليه، لكن الآن كل المعاناة تروح والناس تطلب أن يساعدوها غير العراقيين. ساسة العراق للأسف ملتهين بس بالبوق والفساد. هذه الحكومة احنا ما نعرف يعني ايش صار بها. المواطن العراقي صار يلجأ إلى دول أخرى، إلى حكام العالم، حكام دول الجوار يناشدهم ويطلبون منهم يوفروا له علاج. هذا العلاج اللي المفروض أبسط الأمور اللي الشعب العراقي حصل عليها والمواطن. المواطن فقد ثقته تماماً بالساسة وبالطبقة الحاكمة وهم ولا عبالك. الله يعين العراقي، الله يعين الفقير. هاي المناشدة لشاب يدعى أحمد رعد، شاب صغير يعاني من متلازمة انحلال الدم، مرض نادر وخطير وقلة ينصابون به. أحمد يغسل كليته باليوم أكثر من 6 مرات باليوم الواحد، صار سنتين على نفس الوضع. وكثير منكم مشاهدين الكرام ده يقول يعني وليش يعني ما يروح لوزارة الصحة؟ أحمد راح على وزارة الصحة، قابلهم، جوابهم إحنا ما عندنا فلوس للعلاج والوزارة ما بها فلوس حتى تسفرك أو تعالجك. أحمد وعائلته راحوا إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم على أمل أن ينظر في حالهم ويساعدهم بالعلاج، علما أنه شقيق أحمد توفى بنفس المرض لأنه ماكو أي إمكانية ولا توفرت إمكانية بوزارة الصحة العراقية لعلاجه وفارق الحياة للأسف. هذه المتلازمة هي مرض خطير ويضرب الكلى والكبد والقلب والرئة، لذلك ذوي الشاب أحمد يناشدون بالإسراع بعلاج ابنهم اللي حاول يهدي لوحة فنية إلى حاكم دبي في محاولة منه لإيصال مناشدته بهذه الطريقة إلى الحاكم. خلينا نتابع هذه المناشدة.
اسمي أحمد رعد عبد القادر، من العراق، من محافظة ديالة. عمري 21 سنة. أعاني من مرض اسمه متلازمة الدم الانحلالي اليوريمي. هو مرض نادر كلش وخطير. أنا الوحيد المصاب بالعراق بهذا المرض. أعراض المرض يسبب فشل كلوي، فشل رئوي. حاليا سبب لي الفشل الكلوي وده أغسل كلى، يعني صار لي سنتين أغسل كلى. باليوم أغسل تقريبا 6 مرات غسيل بريتوني. قبل فترة ناشدت الحكومة العراقية، رئاسة الوزراء، لغرض توفير العلاج، وللأسف يعني ما وفروا العلاج، قالوا لي غالي وما قدر ما يعني ما نقدر نوفر لك إياه. أحتاج علاج اسمه إيكواليزوماب، العلاج غالي كلش يعني ما نقدر نشتريه إحنا. أناشد ملك الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا الإنسان الطيب، صاحب الإنسانية وصاحب الكرم. أتمنى يعني يوفر لي العلاج، لأن العلاج كلش غالي وما نقدر نوفره، والدولة العراقية للأسف الحكومة العراقية ما وفروا لي. فأنا أطلب منه وأتمنى، وإن شاء الله إن شاء الله متأكد راح يوفر لي إياها، لأن ما عندي بعد غير الله وهو ألتجئ له. أنا فنان وموهبتي الرسم، دخلت كلية الفنون الجميلة لكن للأسف ما قدرت أداوم بها لأن المرض ما يعني ما خلاني أداوم. وهاي إحدى أعمالي، وعندي أعمال ثانية، وأهدي هذا العمل للشيخ الأمير محمد بن راشد آل مكتوم. اسمي رعد عبد القادر قاسم، والد المريض الشاب أحمد رعد. أناشد دولة الإمارات الشيخ الأمير محمد بن راشد آل مكتوم لمعالجة ولدي أحمد. أحمد يعاني من مرض متلازمة الدم الانحلال اليوريمي، هذا المرض قاتل خطر جدا. الوحيد هو الوحيد المصاب بهذا المرض، أخوه توفى الله يرحمه بنفس المرض. حاليا هو مصاب بفشل كلوي، لأن هذا المرض يضرب الكلية، يضرب الرئة، يضرب القلب، يضرب الكبد. فحاليا مصاب بفشل كلوي، يغسل الكلية، صار له تقريبا سنتين أو فوق السنتين. الغسل مالته حاليا بريتوني. ناشدنا الحكومة العراقية، للأسف الاستجابة كانت ضعيفة جدا. الاتصال مستمر كان بيناتنا وبين الوزارة، فقالوا العلاج غالي، غالي جدا، الوزارة ما تقدر تدبر العلاج. مع الأسف بما أنهم يقولون العلاج غالي، إذن الشاب العراقي رخيص عدم. ننتقل إلى مناشدة أخرى من أحمد رعد إلى الطفلة نور الهدى. نور الهدى تعاني من إصابة شديدة في الحبل الشوكي، تليف عندها بالحبل الشوكي، وأيضا وجود مي بالفقرات. نور الهدى طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات. مرضها تمكن منها بشكل كبير، أصبحت مهددة بالعجز الكلي، وفي حال لم تجري أي عملية راح تصاب بالشلل الرباعي. نور تنتظر فزعتكم أصحاب الإنسانية، أصحاب الرحم. أيضاً دا تناشد وزارة الصحة والخيرين أن يساعدوها ويساعدون ذويها حتى يقدرون يجيبون فلوس العملية اللي تكلف تقريباً 80 ورقة. خلينا نشوف المناشدة. المناشدة لأهل الغيرة والرحمة والإنسانية أن يقفون مع هذه الطفلة. هذه الطفلة مصابة بتليف بالحبل الشوكي وكذلك مي بالفقرات. هذا الطفل إذا ما سوينا له العملية خلال فترة راح تصاب بالشلل الرباعي. وإحنا نريد وقفتكم ويا هاي الطفلة. هاي الطفلة محتاجتكم، محتاجة إنسانيتكم، ومحتاجة أن تقفون وياها على مود تسوي عمليتها. عمليتها تكلف 80 ورقة. نور الهدى شو تناشدين؟ شو تقولين؟ أنا ناشد وزير الصحة يقولني يدبرني مثل البنت وكوني يعني أمشي مثل البنات، وأريد أقفون ويا الناس الخيرة. إخواني البنية ناشدتكم، لا تقصون وياها، وجزاكم الله ألف خير. الدال على الخير كفاعلة. إذا ما تقدر تساعدها تقدر تشارك المنشور بالجروبات على مود توصل صوت هاي البنية لأي واحد كان يقدر يساعدها، لأي شخص يقدر يساعدها ويوقف وياها. أبو نور ينضم لنا، مرحبا بك أبو نور. أبو نور عمري الغالي، حياك الله، شونك؟ أبو نور، أبو نور وياك يا عمري. تفضل أبو نور، الآن شلون وضع بنتك؟ إيش قد جمعتولها؟ متى لازم تسوي لها عملية؟
والله. أبو نور ما يسمعنا يبدو. للأسف أبو نور يعني عندنا نواجه مشكلة وياه بالاتصال. خلينا نحاول نرجع نتصل به عسى ولعل أنه نحصله. يعني حالة نور يعني حالة إنسانية. مشاهدين الكرام يعني اللي يقدر يساعدهم اللي يقدر يوقف وياهم. تدرون يعني الآن حكومتنا غير قادرة على معالجة الناس، حتى إذا تروح يريد يسفروك بطلعان الروح ده يطلع اسمك، وإذا ما طلع اسمك فمعناته رايح لغيرك. حتى بالعلاج الناس تدفع وينطون رشاوة حتى يطلعون مكان غير ناس. للأسف الموضوع مو بس الدولة العراقية، وإنما العراقي تعود بشكل عام بصورة عامة على دفع الرشاوة حتى يمشي أموره. وهاي ليش؟ لأنه الدولة ما تمشي أموره إلا تدفع. أبو نور رجع لنا. مرحبا أبو نور. أبو نور أخوي تسمعني؟ مو واضح اسمعك أستاذ، كلش مو واضح يعني صوتك أيضا مو واضح أبو نور. بس إذا تسمعني يعني احكي لي عن وضع نور، جمعتوا لها فلوس؟ راح تسوي لها عملية؟ إي حصلنا يا علي اتصال مو صالح للأسف. مشاهدين الكرام هذا رقم تليفونه مثل ما تشوفون على الشاشة، اللي يحب يساعد نور اللي يحب يوقف وياهم يساعدهم جزاكم الله ألف خير. يعني بالنهاية أنتوا وتقديركم للوضع وكل من على قد نيته وعلى قد حاله، والله يضاعف لكم الأجر إن شاء الله. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.